صباح الخير. صح صحيين؟ أخذوا مني البطاقة، بس كان بدي أسألكم، حدا كتب اسمه بالعربي على البطاقة؟ واحد ولا واحد؟ حلو كتير، مش مشكلة. كان يا ما كان، مش بقديم الزمان، أنا وصديقتي قاعدين بمطعم عم نطلب أكل، فاطلعت على الشخص اللي عم بيساعدنا وقلت له في عندك لايحة الأكل؟ فهو طلع فيي هيك، فكر حاله سمع غلط، قال لي سوري. قلت له لايحة الأكل لو سمحت. ما بتعرفي شو بيقولوا لها؟ بلا. لا، بيقولوا لها منيو أو منيو، مظبوطة بالفرنساوي؟ تعا شوف شو بدها. عرف انه بين ما كان عم بيحاول يشدني لبين ما قال لو اخر بنت بالعالم ما بتطلع فيها شو لايحه الاكل، كلمتين خلوا شاب لبناني يحكم على صبيه قاعده عنده بالتخلف، بالجهل، انه كيف انه فيها تحكي هيك حكي. فانا هون بلشت فكر، اتضايقت، جرحت، اكيد انا ببلدي ممنوع احكي لاختي؟ وين بتصير؟ طب ليه ممكن اوصل لهيدي المرحله؟ طب نحن هون وفي كثير مثلي ممكن انه يوصلوا لمرحله بحياتهم يمحوا كل شيء صار قبل بس ليقولوا انه هن معاصرين وانه هن متحضرين؟ بدي انسى كل ثقافتي، كل افكاري، كل مخزوني الفكري، كل شيء ذكريات عندي، يمكن احلى ذكريات من الحرب هي قصص الطفوله. بدي انسى كل شيء تعلمته بالعربي بس لفوت بالجو، بس لكون انه انا انه وين المنطق؟ مع هيدا وكله حاولت افهمه وما بدي احكم عليه بنفس القسوه اللي هو حكم علي فيها. اللغة العربية ما بتلبي، ما أنا لغة إنتاج علمي ولا بحث ولا لغة بتعتزوها بالجامعة ولا لغة منعتازها بالشغل ولا لغة منعتازها وقت اللي بدنا نعمل أي بحث علمي متطور، ولا أكيد اللغة اللي منعتازها بالمطار، لأن إذا حكينا عربي حيشلحونا تيبنا كلهم. طب وين بدنا نستعملها؟ فينا كلنا نقول هيدا السؤال، طب انه بدك اللغة العربية وما بدنا نستعملها؟ طيب هيدا واقع موجود، بس عندنا واقع تاني أهم بدنا نفكر فيه وبدنا ننتبه له. اللغة العربية أو اللغة الأم، بتقول الأبحاث والتقارير إنه إتقان اللغات الأخرى يتطلب إتقان اللغة الأم. أما الإبداع باللغات الأخرى فهو شرط أساسي لإله إتقان اللغة الأم. كيف؟ جبران خليل جبران وقت اللي بلش يكتب بالعربي، كل أفكاره، كل خياله، كل الباطن تبعه، ما وراء الفلسفة، جابها من هيدا الطفل اللي قاعد بالضيعة، اللي ربي على ريحة معينة، على صوت معين، على فكرة معينة. فبس تبلش يكتب بالانجليزي كان عنده مخزون فكري كبير، حتى وقت اللي كان عم بيكتب بالانجليزي وقت نقرا له للانجليزي منشم نفس الريحه، منحس نفس الاحساس، فينا نتخيله هو ذاته هيدا اللي عم بيبدع بالانجليزي، هو ذاته اللي جاي من الجبل، من ضيعه بجبل لبنان. فهيدا مثل ما في حدا يقول انه لا مش مظبوط. تاني شيء بيقولوا إذا بدك تقتل شعب، الطريقة الوحيدة لتقتلوا شعب هو إنه تقتلوا اللغة. هيدا الواقع بيعرفوا الشعوب المتطورة، الألمان، الفرنسوية، اليابانية، الصينية، كل الشعوب بتعرف هيدي الحقيقة، منشان هيك بتسن القوانين لحماية لغتها،
منشان هيك بتقدس هيدي اللغة، منشان هيك بتنتج فيها وبتدفع مصاري كتير حتى تطورها. طب نحن بنعرف أكتر منهم؟ طيب إذا نحن منا عالم أول، وبعد ما وصلنا هيدا الفكر المتطور وبدنا نلحق بهيدا العالم المتحضر، الدول اللي كانت مثلنا وهلأ قررت يصير عندها تنمية ويصير عندها أبحاث وتلحق بهيدي الدول مثل تركيا مثل ماليزيا وغيرها، هو اللي حملوا لغتهم هن وطالعين على هيدا السلم مثل الألماظة، حافظوا عليها خلوها حدهم. لأن إذا بيصلكن أي إنتاج من تركيا أو من غيرها ما مكتوب عليه باللغة التركية، هيدا منه إنتاج محلي، ما حتصدقوا أنتوا أنه إنتاج محلي، حيرجعوا يكونوا استهلكوا واستهلكوا بغبا مثل ما نحن عم نعمل ثلاث ارباع الوقت. فليبدعوا لينجوا كان لازم يحافظوا على لغتهم. اذا قلت حريه سياده استقلال، شو بتذكركم؟ ما تذكركم بشيء؟ بغض النظر مع مين وكيف وليش، بس انه اللغه مش حكي انه اي كلمات عم بيطلعوا من التم، ابدا. اللغه هي بتمثل مراحل معينه بحياتنا، عاطفتنا بترتبط فيها وبترتبط بهيدي المصطلحات. منشان هيك وقت نقول حريه سياده استقلال، كل شخص منكم في صوره بتفوت براسه، في كلمات معينه، في احساس معين، ليوم معين، لفتره تاريخيه معينه. فاللغه مش كلمه وحرف واثنين وثلاثه مصفوفين، هي فكره جوا ترتبط بكيف نحن منفكر، كيف منشوف الثاني، كيف الشخص الثاني بيشوفنا، شو مخزوننا الفكري، ليه منقول هيدا بيفهم وهيدا ما بيفهم. فإذا جيت قلت لكم freedom، sovereignty، سارة مضبوطة، independence، إذا إجا ابنكم قال لكم يي داد كنتوا بهيدا الشيء اللي فيه freedom والشعار المبارك، شو بتحسوا؟ إذا بتحسوا، إذا بنحس كثير مني خلاص بطل عندنا مشكلة، خليني أمشي من هون أحلى، كنت عم بحكي على الفاضي. الفكرة هي إنه هول التعابير بذكرونا بشيء معين. عندي صديقتي فرانكوفوني ومجوزة واحد فرنساوي، كنت عم بسألها إنه كيف وشو ما بعرف شو، قالت لي كله منيح بس في ليلة قضيتها كل الليل عم بسأله، عم بحاول ترجم له إنه شو يعني تقبرني. رحت قلت له راحت المعطرة قالت له تقبرني بالغلط. فكل الليل عم انه هو برايه انه حدا متوحش لهالدرجه، او بدها تنتحر يعني، انه برمي مثلا. فهون هيدا شيء كثير صغير، ليك قد ايه بخلينا نحن نحس انه انا ما قادره اقول له لجوزي هيدي الكلمه، لا ما حد فوت براسه ومعه حق، هو هيك بفكر. وقالت لي انه هو بيسمع معي فيروز، بس في ليله قعدت حاول اقول له انه ترجم له حتى بلكي بحس مثل ما انا بحس لما نسمع فيروز. فالمعطره بدها ترجم له منن مديتن ايدي وسرقتك. ولانك الن هون الكارثه، رجعتن ايدي وتركتك. ترجموا لنا اياها. طيب شو عملنا لنحمي اللغة العربية؟ حولنا هيدا الموضوع لقضية مجتمع مدني، وأطلقنا حملة الحفاظ على اللغة العربية، مع إنه كثير ناس قالوا لي شو بدك بهالشغلة؟ روحي تسلي وانبسطي، وشو بدك بهالوجعة الراس؟ مش مشكل. حملة الحفاظ على اللغة العربية أطلقت شعار بيقول بحكيك من الشرق بترد من الغرب. ما قلنا لا ولن نقبل، ونحن هذه اللغة، ونحن نعمل، ما تبعنا هيدا الأسلوب، لأن نحن ما رح نفهم هيك. وقت اللي يقول لي حدا هيك بصير بكرهها للغة العربية. نحن عم نقول نحن ما نشوف شو عم نعيش بالواقع، ونقتنع بطريقة بتحاكي
احلامنا ويومياتنا وطموحاتنا، طريقه بتلبس نفس الثياب تبعولنا وبتفكر بنفس الطريقه اللي نحن بنفكر فيها. فبحكيك من الشرق بترد من الغرب، حطت اصبعها على الجرح، شيء كثير سهل بس مبدع وبيقنع. من بعدها كمان عملنا حمله فيها مشاهد الاحرف محطوطه على الطرقات، شفتوا شيء برا منهم، مشهد حرف وفي حواليه شريط اصفر واسود مكتوب عليه ما تقتل لغتك. ليه؟ عن جد ما تقتلوا لغتكم، عن جد ما لازم نحن كلنا نقتل لغتنا، لانه اللغه اذا قتلناها بنرجع نفتش عن هويه، بنرجع نفتش عن وجود، بنرجع نبلش من الصفر. مش بس ما رح نقدر نكون انه متحضرين ومعاصرين، رجعنا عملنا صور الشباب والصبايا اللي عابطين الحرف العربي، صور شباب وصبايا كول، نحن كتير كول. واللي بيقول انه حكيتي كلمة انجليزي ايه لقطناكي، لا انا بتبنى كلمة كول، خليهم يجوا يعملوا اللي بدهم اياه، يعطوني كلمة احلى منا وظابطة على وقعنا اكتر منا. رح ضل اقول انترنت، ما رح اقول رايحة على الشبكة العنكبوتية، انه ما بتزبط، نضحك على حالنا. بس لنقدر نوصل لهون نحن كلنا بدنا نكون مقتنعين، ما بدنا نخلي الاكبر واللي مفكر حاله انه هو عنده السلطة على اللغة انه هو يقدر يفوتنا ويخلينا نحس ونفكر اللي هو بده اياه. فالفكرة يا شباب هو الابداع. إذا ما قادرين نطلع على الفضاء ونعمل صاروخ وما بعرف شو فينا نبدع، هلأ كل شخص منكم هون هو مشروع إبداع. الإبداع باللغة الأم هو الطريق. خلينا نبلش من هلأ، من هاي اللحظة، نكتب رواية، نعمل فيلم قصير. رواية وحدة ممكن ترجعنا للعالمية، ممكن تخلي اللغة العربية ترجع أول مركز. فمش ما في حل، عن جد في حل، بس خلينا ننتبه ونقتنع انه لازم يكون في حل ولازم نكون جزء من هيدا الحل. بالاخر اليوم شو فيكم تعملوا؟ هلا تويتس، مين عم يعمل تويتس؟ بترجاكم، عن جد بترجاكم، مع انه خلص الوقت، يا بالعربي يا بالانجليزي يا بالفرنساوي يا بالصيني، بس ما تكتبوا معقول MA320UR، لأنه كارثة، لأن هاي لا لغة، يعني هون فتوا بعالم افتراضي ولغة افتراضية وما حدا حيشيلنا من هيدا المطرح أبدا. فهذا أول شيء فينا نعمل. ثاني شيء في كثير أشياء فينا نعملها. اليوم ما جاي حدا يقنع حدا، جايين ننتبه إنه لازم نحافظ على هذا الموضوع. وهلا رح خبركم سر. الطفل لما يخلق أول طريقة بتعرف فيها عبيه هي باللغة. فأنا بس تخلق بنتي رح إلا هيدا البابا حياتي، ما رح إلا This is your dad honey. وبالسوبر ماركت بوعدها لنور إذا بتقلي شكرا ما رح إلا دي ميرسي ماما، وإن شاء الله ما يكون حدا سمعها. خلونا نطلع من عقدة الأجنبي.